أيها الشعب، أنا راني هنا خدمتكم. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك والحياة. يا رانا داخلين زعما انت راك داخل في حمله انتخابيه، واش راح تسمي الحمله؟ اعطيها اسم حمله. دير اسمك وزيدها حاجه. خويا انا دخلت في حمله انتخابيه وكنت مترشح مير بلديه سيدي علي بوسيدي. الله يبارك فيك. كنت تمثل اصغر مترشح في الجزائر. الله يبارك. هي طحنا فيك. هي راك تعرف كيفاش يترشحوا. هي عطيني. والله نعرف عندي هذوك اسم ما جامي لا كيفاش سميها اسم؟ احنا كنا مسمين، كنا دايرين، كان عندنا شعار هو ليس للطموح حدود وليس للامال مستحيل. هيا هذا ديه تبناها انت يا دروك. قال صح نقولوا بلي راح ننتخبوك وداروك رئيس. اول قرار راح تديره؟ قرار اول قرار سؤال صعب. لا، اول قرار هو نجسد المصالحه الوطنيه، باسكو انا ما نشوفها بني متجسده. هو اصدر قرار في حق يخص المأساه الوطنيه وكاع، شوا ما تجسدش على ارض الواقع، باسكو انا مستني شخصيا. صح، انا مستني المأساه الوطنيه والقانون اللي نورمالمون يرفع الغبن يحمينا احنا اللي مسنا المساله المساله الوطنيه، احنا ابناء التسعينات ما شناش تجسد على ارض الواقع. هذه هي ان شاء الله يتجسد. اول حاجه انا كون جيت رئيس اول حاجه نشوف فيها هذا، باسكو هذا كي يخلق تفرقه بين افراد المجتمع الجزائري، وهذه عندها بعد يعطيك الصحه وعندها ردود افعال مستقبليه. اسم تاع الحمله تاع الانتخابات راح تكون كاين بزاف كنت قد تحكي على الحمله بزاف. ديبيت اسم تاع الحمله تاع الانتخاب سا ديبو تكون حلم جليل. هذه جليل هو حاجه سا ديبو تكون دايرها غادي تصرا. صح، عطيني اسمك وزيد معاه اسمك. رضا. رضا اي مع رضا ولا انتخبوا رضا؟ صح، غادي تنتخبوا رضا تيصرا. صايم ما تكونش كاينه حركه، تكون كاينه هنا اكتفاء ذاتي، شغل خدمه كاينه. انتخبوا رضا ولا مع رضا؟ ما كاش حركه صايم هذا ما كان. مع عبد التطور والازدهار. هذه كان مخمم كاع تجبدها. عبد التطور والازدهار. واش حمله باينه بلي هذه غادي نعاون الغاشي؟ لا، واش راح تكون الاسم؟ الاسم باينه بلي اسير سي صوري كور ديريكت. لا انت كيسمي؟ عبد الصامد. اي قول لهم عبد الصامد. ما عبد الصامد؟ عبد الصامد اسير سي باش كيجيبوا يعرفوا بلي هو سوريكور. هو صح قبل معروف سوريكور اللي يجي يعرفه. اي نقولوا بلي صاي ينتخبوك ولا سوريكور كاع فوطاو عليك واللي رئيس. اول قرار تتخذه ماشي لسوريكور اللي تاخذه. باين بلي غادي نخلي الدوله مفحص. هذه يقولها لك اوفيسيال كيما داروا هما. كيما يديروا الناس. احنا اللي باغيين واحد يطلع لنا شنو طلع لنا المقاري. مقاري ما دي والو بين طلع البلاد حتى يطلعوها هما خاصينهم وصاي. خاصنا بزاف الصوالح نديروهم. نديروهم ان شاء الله. نديروهم يا سري حسين راه يخدم لنا. لا باين انا نخدم بلادك والله. لا سيريو تخدم بلادك والله. لا نخدم بلادك. اسم حملتي؟ حمله انتخابيه. والله انتخابيه غادي يكون اسم تاعها خي خروج من السجن الاكبر في العالم، السجن الكبير كاع في العالم. مع عماد؟ مع عماد دريس. خروج من السجن الاكبر في العالم اللي هو الجزائر. السجن متوق. صح نقولوا بلي راك نجحت في الانتخابات وداروك رئيس، واش هو اول قرار تديه؟ ديره اول قرار نديره. والله ما تبع عليه اي اتجاه الشعب زعما. هكا تخرجنا من لا ميزير. خاي نسمح لصحاب لونساج هي الاولى. صحاب لونساج نسمح لهم الوالا ونزيد ندير هكا لي بروجي كيما تاع لونسياج للشعب. نخدم خاي لي جون، نخدم دي سونفورماسيون، نخدم صوالح منا شغل هكا. خاصنا شويه شويه شويه. هي البروبليم كاع راه في لي جون.
بروبليم كاع لا فيلي او بروبليم كاع لا فيلي جون خاي بلاد ما راه لا خدام لا منا لا يبغى يديفولي ما كاش وين يديفولي باش يديفولي راك فاهم ما عندنا لا سيكوريتي لا والو كاع ماشي بالخير صح نقولوا بلي راك نجحت ان شاء الله هيا وباغي تقدم كلمه للشعب الجزائري بمناسبه انها انتخبك وليت رئيس ميكرو نعطيهم خطاب يا ايها الشعب لقد انتخبتموني سوف البي طلباتكم بكل جد وافتخار وانا نطلعكم في القراد اللي خاصه دراهم ولا حاجه راني هنا ايوا نطلعوا البلاد ان شاء الله جوج داخلين غير حرقه وكلش نعاونوهم شويه نجيبوا لهم واحدين من النمسا وباين بلي خدمه كاين ها هو يا سب ديال الجوار الاول سني لا في ليسامبي ليسامبي غير هنا اللي بيطلع لا غير ليسامبي بزاف عادي طلعوا ليسامبي هي الاولى والله ان شاء الله عم بعد بشويه شويه نزيدوا نطلعوا في القراد كاش حاجه خطره حاجه ايها الشعب شوف هنا انا راني هنا خدمه تاعكم ولتلبيه طلباتكم وان شاء الله يكون كاين تفاهم بيناتنا ان شاء الله صافي بون انا اول واحد غادي ينتخب عليك والله والصلاه والسلام على رسول الله وحيكم بتحيه الاسلام وتحيته فيها سلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوكم في الله ومحبكم فيه قادم شيخ عبد الرحيم ورئيس الدولة الجزائرية ياكم أقدر رئيس الدولة الجزائرية نتمنى تكونوا معايا في قاع واش نقرر باش هذيك الصحة باش تكون عند كي تكون كاينة الإرادة نفعلوا المستحيل هذه هي ايها الشعب ماشي عاظيم بصح على بالي بلي كاع راكم وسطاء وفقراء والعظماء راهم بزاف وهم قلال الفقراء راهم بزاف غنقول ان شاء الله يا ربي زعما تكون كاينه حاجه اللي تخليكم زعما ترضوا عليا ان شاء الله يا ربي ايوا كان هذه هي هادو صوالح كاع كيصرو كي تكون واحد في البوست تاعه تما كيبدا يبدا فكاين ضغوطات على بالنا باسكو نعرفوا السياسه تاع الجزائر صعيبه بزاف ماكش اللي يعرف واه تتبدل بصح هذا التبديل واعر شويه باسكو واحد كيبغى يبغى يدير تبديل صاحبي صرا كاين فوضى كاين واحد حاجه اسمها فوضى الفراغ هذه فوضى الفراغ اللي صرات في مصر وصرات في سوريا وصرات في الربيع العربي هذا هو فوضى الفراغ يقول لك ما تبدلش البديل الا بوجود البديل سينو غادي يصرى لك فوضى الفراغ حبيبي ياك معايا الشعب الجزائري الان وقت النهضه دقت ساعه الحزم دقت ساعه العمل دقت ساعه الزحف دقت ساعه الانتصار قوموا يا الشعب الجزائري وما تكونوش متخلفين قوموا يا الشعب الجزائري وما تكونوش متخلفين وخدموا بلادكم وما تسمحوش فيها لا رجوع الى الامام الى الامام الى الامام صح نقولوا بلي راك ترشحت وراك ربحت واش هو اول قرار راح تاخذه ايوا انا غادي ندير مطاري ديال اسرائيل مطاري ديال اسرائيل واه جويه الاسرائيل ها لا شي بها حرف ما تبقاش عنصرية أول قرار حطوك هكا في جنة الكرسي هذو المفسدين وهذو الخيان قاعد نقي البلاد قاعد نقيها نقي كل شيء قال لي فيه الشك نطيره نطيره وزيت يتعاقب ثاني وزيت يتعاقب أول قرار غادي نبدلهم قاع نبدل قاع كما يقول لك كلش نقرع من الالزات نعاود نكري كاع دي نومبر كاع جدد وعلى ثقه وعلى مسؤوليه وتكون حاجه شابه ما شاء الله ما كانش خيانه وكاع هذه اللي راه صاري وكاع تنيك هذا الوقت واخا نصرا تاع واش هو اللي يضمنك بلي هذا اللي غادي تجيبهم ماشي خدمه ان باسكو نكون انا عايش معاهم نكون عايش معاهم هذو لي نومبر اللي يطلعوا ان شاء الله يا ربي نكون عايش معاهم ديجا عارفهم عارف المصداقيه تاعهم معاشرهم نكون نعرفهم ايوا الشعب العظيم ايوا الشعب العظيم
أيها الشعب العظيم والنساء والرجال النساء العظيمات والرجال العظماء النساء العظماء صحي هذا محفظ يلا عظام عظماء إن شاء الله انتخبوا لي أكون أكون رئيسا إن شاء الله وانت إن شاء الله ما تنتخبوش انت تخبوش هو انتخبوني انا دقت ساعة العمل دقت ساعة الزحف دقت ساعة الانتصار لا رجوع الى اليمن الى اليمن